وده كده شكل البيتي فور بتاعنا من جوه الفرن. شوفوا بقى دايب معايا ازاي، شايفين؟ بصوا بيدوب ازاي، حاجة كده هايلة. عايزين بقى اكبر عدد من اللايكات عشان نشوف بقى المقادير والطريقة والابهار كله هنا. البيتي فور حصري النهاردة من مطبخ زيزي على قد ايدي، الناعم الدايب دوب بمقادير كلها موجودة في كل البيت. تيجوا بقى نشوف النهاردة عملنا البيتي فور ده ازاي. يلا بينا نحط لايك كتير 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 كتير. تعالوا بقى كده هنقول على مقادير بسيطة جدا للبوتيفور عشان يطلع معاكي ناجح بسر وبأسرار أول مرة هتعرفوها. الأسرار دي أول مرة هقولها وجايباها من مكان أفخم مكان في مصر كلها. طيب المقادير معانا إيه؟ معايا كيلو وربع من الدقيق، كيلو وربع من الدقيق عليه كيلو زبدة، أنا مستعملة زبدة فرن قالب بحاله. معايا كمان 300 جرام من السكر البودرة، 300 جرام سكر بودرة، يعني اكتر من الربع كيلو بشوية. لو بالمعلقة هحسبها كم معلقة وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. معايا 5 بيضات حبة كاملة، مش صفار لوحده ولا شايلين منه البياض، 5 بيضات كاملين بدرجة حرارة الغرفة. معايا لون اصفر غذائي، معايا رشة ملح وشوية فانيليا. مش هنحط بيكنج باودر يا جيجي؟ لا مش هنحط بيكنج باودر خالص، كده كده الزبدة بتطلع بترفع معايا لان فيها نسبة من المية والحليب، فهترفع معايا البيتي فوراية. لو احنا هنستعمل سمنه نستعمل قد ايه؟ هنستعمل 750 جرام من السمنه وهنحط معلقه كبيره من البيكنج باودر. اوكي ده لو هنستعمل سمنه، لو عايزه تعملي البيتي فور بسمنه كده. انا قلت على كل المقادير، تعالوا بقى نشتغل. يلا بينا. وزي ما اتعودنا طبعا بنحط الزبده قطعناها كده مكعبات وهنحط عليها الدقيق البودره وهنطحنهم لحد ما يبقوا كريمي، وبعد ما يبقوا كريمي هنشوف هنعمل ايه. بصي لازم توصل معاكي للنتيجه اللي انت شايفاها دي، تمام؟ تبقى عامله كده زي القشطه او تبقى عامله زي الكريم شانتيه، تمام؟ هنبتدي بقى ننزل بالبيض اهو، 5 بيضات كلهم هنزل بيهم بالشكل ده، تمام؟ وهحط معايا الفانيليا طبعا، طالما حطينا البيض هنحط نص معلقه كده من الفانيليا، وهحط كمان شويه من اللون الاصفر هيديني لون حلو قوي للبيتي فور بتاعي بالشكل ده، وهحط ذره الملح على الدقيق بس بعد ما اخفق ده كويس. نزلنا بقى كده بالدقيق، تمام؟ هنخليه بس كده يعني يتقلب كده مع بعضه، وبس بعد كده بقى هنشكل بقى مع بعض البيتي فور. العجينه كده بتاعتنا بتبقى ملزقه كده وهشه كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي بقى نعبيها في كيس الحلواني ونشكل بقى مع بعض. بصي بقى في كيس الحلواني كده، تمام؟ والبلبله دي اللي هي بتاعت الكريم شانتيه العاديه خالص، تمام؟ بالشكل ده اللي هي شكل الورده. هنبتدي بقى نشكل البيتي فور بتاعنا بطريقه سهله جدا. بصي بالشكل ده كده، دي اسهل حاجه ممكن ان انت تعمليها بالشكل ده كده اهو، او تعملي شكل تاني اللي هو يبقى عامل كده اهو. بصي يبقى يا ده يا ده، بس انا بحب ده اكتر. بصي سهله قوي، هنعمل كده اهو ورده اهي بالشكل ده كده اهو. بصي مفيش اسهل من كده اهي. بصي بندخل بقى البيتي فور على درجة حرارة كام؟ على درجة حرارة 180 زي البسكوت بالظبط. هيقعد قد ايه؟ بيقعد من 10 ل 12 دقيقة، مش أكتر من كده، ياخد معايا لون حلو، وبعد كده نطلعه ونشوف كمان التزويق بتاعه يبقى عامل ازاي. وده كده شكل البيتي فور بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده من قلب الفرن. شايفين عامل ازاي؟ تحفة ولونه تحفة. بصوا بصوا مستوي واخد لون عامل ازاي، ودايب دوب دايب دوب في ايدي. طبعا لازم ما نحركوش غير لما يهدى، بس انتوا بقى محدش يعمل العمله اللي انا عملتها دي، مش عشان ما يتلسعش، بس هو بسم الله ما شاء الله ناجح جدا جدا. اوكي هطلعه بقى كده، مش هياخد لون اكتر من كده، كده لونه تحفه اهو، خد اللون ده كده اهو. هسيبه بقى يبرد، وبعد ما يبرد نشوف بقى هنزوقه ازاي. وده الشكل كده بعد ما طلع البيتي فور بتاعنا الدايب دوب زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه بقى يهدى واريكم النعومه بتاعته عامله ازاي. دي بقى الكميه اللي طلعت معانا من كيلو واحد، كيلو وربع الدقيق، تمام؟ زي ما انتوا شايفين كده اهو بالشكل ده. تيجي بقى نشوف النعومه بتاعته عامله ازاي، تعالوا نشوف بقى. بصوا بقى دايب معايا ازاي، شايفين مستوي؟ بصوا شايفين بيدوب خالص، حاجه كده بصوا نواعم كده، احلى بيتي فور ده بقى ولا ايه؟ تيجي بقى نزوقه ونشوف كده تزويقات كده بسيطه. يلا بينا.
وده بقى كده شكل البيتي فور بتاعنا بعد لما زوقناه بالشكل الحلو ده. عملت ايه؟ تلزقيه بمربى، تلزقيه بعسل، تلزقيه بنوتيلا، تلزقيه باي حاجه، قفلناهم الاتنين على بعض. وبعد كده سيحت شويه شوكولاته خام اسود او ابيض، وبعد كده حطيت الفرماسيل زي ما انتم شايفين، او نحط سوداني، او ان احنا نحط جوز الهند، او ان احنا نحط شوكولاته، بس زي ما انت عايزه. عايزين نوفر على بعض كده، مش عايزين تبقى الدنيا متأزمه معانا، احنا بنوفر عشان الاسعار اللي بقت اوفر بره. فيا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون كمان نال رضاكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك كتير، واشوفكم بقى في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر. مع السلامه.